مارسيلينو جاي بالعصا وجاي تربيني؟ لا جاي اعلمك اذا حدا هجم عليك بالعصا اشطيها وانت تربيه. شي عظيم، علمني. عنا طريقتين، اول طريقه اللي هي الضرب بالعصا من فوق مباشر على الراس، والطريقه الثانيه اللي هي على جنب بتجي صوب يا على الكتف يا على الوجه. اوكي رح نبلش باول طريقه اللي هي على جنب. بدي بلش انا اضرب. اوكي بدي اضرب من وين اول شيء؟ على جنب. يلا بدي انتبه عندي العظمه تبع الايد اذا ببرمها بتجي العصا عليها بتنكسر. بدي انتبه، بدي اتاكد انه تجي على العضل. عضل مش العظمه، على العضل تبع الايد. هلا اكيد بدها تجي عصاي علي، بس بكون اي ميك هلا في وجعه على الاكيد، فيها وجعه. بس احسن وجعه على الايد احسن وجعه الوجعه على الوجه او حتى من كسره العظمه اكيد. اوكي سو ارجعي عن جديد. اها اوكي شفتي كيف اجت؟ هلا بدي اتاكد انا اكسر المسافه بيني وبينك طب ما تعودي تقدري تضربيني. اوكي طب في حال ضربت العصايه وما قدرت لقطها او ما قدرت تحكمت فيك يكون انا اتليش كسرت المسافه صرت قدامي. بطل فيي اعمل بطل فيك تضربي. من كل قلبي، من نص قلبي اقل حتى. اوكي يلا بلش اضربك. ايه وين عم تضربي؟ على كتفك. مش هيك بدي اضربه صادره. كيف بدي اضربه؟ انا بدي اضرب مثل ما انا بدي. شو بدك فيي؟ هيك عم تغنجيني. اوكي خلص تعلمك مزبوط، لازم تضربي مزبوط. خلص رح يلا. أوكي. اوكي بدي اكسر اول شغله المسافه اللي بيني وبينك. اوكي صرت عندي. اوكي فرقت انا خلصت من العصا اللي ضربتيني اياها، صرت عندي. وان صرت عندك في ابرم ايدي على ايدك من هون وكفيها لتحت. ركعتني. انا عادة ما بركع على حدا ولا انا. اوكي عرفتي شو صار؟ لا هلا انا بدي اتعلم. من هون بس صرت عندك لفيت ايدي على مهلي على ايدك واخذت العصا صارت عندي. برمت ايدي وبعدني لاقط العصاية من تحت باطي. اوكي ومن هون باخذ المخلع تبع ايدك وبنزل فيه نزول بقرب معك. بصير مضطرة اركع. بصير مضطرة اركع. بتجربيها؟ اكيد يلا.